ليا معايا النجم محمد ابراهيم، نجم اسكندريه ونجم الاتحاد السابق والمدرب العام الحالي لنادي الاتحاد. كابتن محمد اهلا بيك. حبيبي كابتن عبد الحميد، اخبارك ايه؟ وبمسي على كل الاخوه اللي معاك. معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد، طبعا نجوم مصر، الكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني بيسلموا عليك. حبيبي سلم لي عليهم كلهم. يا ربنا يخليك. كنا لسه بنتكلم على مباراه. اتفضل. ميدو انا مدير الكوره مش مدرب العام. انا اسف، انا بس انا اصل انا نفسي تبقى في انت عارف فاللي جواها بيطلع، معلش. مدير الكوره عموما انت في اي مكان يا كابتن محمد، انت عارف انا ما بجاملكش اي مكان انت بتسد فيه وتبقى يعني قدها وقدود. كل التوفيق ليك ان شاء الله. كنا بنتكلم على مباراه الاتحاد والانتاج، وقلنا ان الاتحاد اتعادل ايجابيا 1-1. شايف التعادل ازاي يا كابتن محمد؟ هو سؤال متاخر شويه لكن هو سؤال علشان اللي جاي. لا يعني بص، المباراة يعني يمكن الشوط الأول احنا استسلمنا المباراة وكنا متقدمين بهدف، فده يمكن أثر علينا شوية في الشوط الثاني، إن احنا المباراة احنا متحفظين على أكثر فترات المباراة وضيعنا أهداف، وبالتالي يمكن أمور الشوط الثاني اتقلبت شوية وهم أحرزوا هدف التعادل، مع إن احنا برضه ضيعنا أهداف. لكن انت مجهد من السفر ورجوع وماتش القرص وبعدين ماتش الانتاج، يعني عندك ماتشات ورا بعض، لكن الحمد لله في النهايه انت برضو الاداء معقول، ولكن يمكن احنا الاداء بيجي في فتره الشوط الثاني بيتراجع سنه اخر فترات الشوط الثاني. عندنا امل ان شاء الله الفتره اللي جايه، عندنا كام مباراه على ملعبنا، عندنا المباراه الداخليه اللي جايه وبعد كده عندنا مباراتين على ملعبنا، مباراه مؤجله وبعد كده مباراه الدجله المؤجله وبعدين الجونه، فان شاء الله يعني نحقق نتائج طيبه في الفتره اللي جايه، يعني مستقرين الحمد لله بادائنا، لكن ان شاء الله النتائج تتحسن الفتره اللي جايه. اكيد يا كابتن، احنا نفسنا انت عارف الاهلاويه بيحبوا دايما سيد البلد يبقى يعني فوق. يخليك. دايما الاتحاد، لسه كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تدخل معانا، كان الكابتن اسامه حسن بيتكلم دايما الاتحاد بيعاني في اخر الدوري. حاطط في دماغك الحته دي وعايز تتلاشاها من بدري؟ وهل دخولك في البطوله العربيه، واعتقد كمان ان انتوا عندكم طموحات كبيره في البطوله العربيه، هل الموضوع ده ممكن ياخد من شكل الدوري شويه؟ بص يا كابتن، هو هقول لك حاجه، هو السنه اللي فاتت يمكن في 6 مباريات احنا ضاعوا منها في اخر سنه، 6 مباريات بالظبط، يعني في الدقيقة 94، الدقيقة 93، الدقيقة 95 وهكذا، 6 مباريات. السنة دي يمكن برضو في ماتشين اللي هم الحرس والمقاولين، 3 ماتشات حرس والمقاولين والإنتاج كنا متقدمين وبيحصل التعادل. بالظبط. لا يعني إن شاء الله تتعالج، كابتن عمر بيحاول يعالجها الفترة دي وبيحاول إن هو يشتغلوا على الـ على الـ على الموضوع ده الشوط الثاني. يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نعدي المرحله دي. دوري صعب قوي السنه دي، الفرق كلها اعتقد حصلت نقاط بدري، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نحصل نقاط في المباريات اللي جايه، ان احنا نعدل شكلنا شويه في جدول الدوري. يا رب يا كابتن. كابتن محمد، مدير الكوره، يعني بعيد شويه عن الفنيات ولا بعيد خالص، ولا ساعات بتتدخل يعني بصفه اخويه؟ لا يعني هو طالما انت في المجال وانت قريب من الموضوع كابتن ميديو، زي ما حضرتك عارف كده ان انت مش بعيد، انت بتبقى ليك حاجه طبعا اخويه، هي الاخيره دي هي اللي الكابتن عمر، انا وهو طبعا كابتن عمر اخونا الكبير، اكيد يعني طبعا انت عارف العلاقه اللي بينا، يعني الحمد لله علاقه طيبه، اكيد. فانا بيبقى استشاري، يعني ما انا مجرد استشاري، مش انا بنزلش الملعب، ما بحضرش تدريبات، لكن بيبقى الواحد بيبقى ليه رؤيه ان هو شايفها بقولها، وهو الراجل بيتقبل يعني قراره في الاخر، هو قراره في النهايه. طب يعني ما حنتش للتدريب؟ اكيد 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 يعني ان شاء الله ان شاء الله، يعني واحده واحده. انا في وضعي دلوقتي ومكاني انا مركز فيه كويس قوي اكيد، انا عارف. يعني عارف مش شاغل بالي باي حاجه غير ان انا اركز في المكان اللي انا فيه واحاول انجح في المكان اللي انا فيه ايا كان، يعني طالما وافقت على المكان اللي انا فيه ده فانا بحاول ان انا انجح فيه.
اكيد. وبالتالي انا مش ما بفكرش في اي حاجه ثانيه غير في المكان ده دلوقتي. تحياتنا يا كابتن، وتمنياتنا لكم بالتوفيق، وترضوا كل الجماهير الاسكندرانيه اللي ما عندهاش يعني حاجه برضو زي جماهير الاهلاويه شويه كده، ان هي عايزه تكسب وعايزه تكسر الدنيا ان شاء الله، تعملوا معاهم وترضوا طموحهم باذن الله كل اللي هم عايزينه وكل اللي انتم عايزينه. تحياتنا للكابتن محمد عمر وكل الجهاز الفني، وتحياتنا لكل الاسكندرانيه. شكرا جدا على المداخله.